في الاول خالص عملنا اضراب هنا عشان نطالب بالحد الادنى، وبعدين طلبناهم في الهيئه وكده فقالوا لك ايه اعمل استمارات للحد الادنى وادوا لنا بيانات نمشي عليها. فعملنا جهزنا الاستمارات دي ورحنا في الهيئه وقدمناها، قدمناها هناك. المسؤول هناك بتاع رئيس الشؤون الاداريه هناك استلمها مننا وقال لنا طيب انا هجمع بقى من كل محافظه البنود بتاعتها، في الاخر هنشوف التكاليف بتاعه الجمهوريه كلها قد ايه وهننسق مع وزاره الماليه وهنرد عليهم. وجينا رجعنا تاني بقى من القاهره يوم الخميس الكلام ده، والاضراب مستمر زي ما هو على اساس ان هم يردوا مثلا ايه يعني نشوف بقى هيقولوا لنا ايه بعد كده، لكن الاضراب مستمر لحضرتك. لكن رئيس الهيئه قال لحضراتكم ان انتوا لا ما قابلناش رئيس الهيئه هناك، وهناك رئيس الشؤون الاداريه رد علينا بناء على كلام رئيس الهيئه. كان في سؤال بس كانت مصريين بيسالوه ان احنا مش عارفين احنا تابع ايه، هل احنا هيئه استثمار ولا تبع قطاع العام؟ لا هيئه اقتصاديه. قال لك انتوا هيئه اقتصاديه مالكوش في الحد الادنى ده، بس احنا هندبر لكم مبلغ من وزاره المال. هيدبروا ازاي دي بقى ما نعرفهاش، يعني دي حاجه بينهم وبين وزاره المال. لكن الاضراب مستمر الاضراب مستمر هم عارفين الكلام ده. وهناك بقى لسه في محافظات تانية ما قدموش البنود بتاعتهم، هي التكلفه بتاعت الحد الادنى في خطه اقتصاديه موجوده طبعا. هم مستنيين بقى لما كل المحافظات يجمعوها ويشوفوا التكلفه كلها قد ايه بتاعت الجمهوريه، وبعد كده يرفعوا بقى الكلام ده لرئيس الهيئه وينسق مع وزاره الماليه. تحكوا عندهم فرصه ولا هم يعني هو قال لك طبعا الكلام ده مش هياخد وقت يعني اسبوع اثنين، فاحنا مقدرين لغايه ما يردوا عليه. شكرا.